السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لضيوفنا الكرام على استجابة الدعوة، وأجدد شكري الجزيل إلى الإخوة الإعلاميين الذين كلما وجهنا لهم دعوة إلا استجابوا للنداء، لأنهم يروا في ذلك في عملهم بناء العمل التطوعي، حيث لا يستطيع أن يكون هناك عمل تطوعي إلا يرافق إعلاما هادفا، إعلاما حقيقيا، إعلاما صادقا. وفي هذه اللحظات ما يسعني إلا أن أعلن رسميا عن انطلاق هذا اليوم الدراسي. تسطير أهداف الجمعية هو مبدأ يعمل عليه منخرط جمعية الأمان لرعاية وتربية الأيتام، قصد ترقية العمل التطوعي والخيري من خلال محاضرات ودورات تكوينية يؤطرها خيرة أساتذة الجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. درقاوي ناصر، عضو في جمعية الأمان لرعاية وتربية الأيتام بولاية يارت. اليوم نحن ضيوف شرف في دورة تدريبية نظمها نادي قوة شبابية في الأمان، وهذا يدخل في إطار مشروع الأمان الذي لا يكتفي بتقديم المساعدات لليتيم، بل يكفي إلى تحويله إلى فاعل وإلى مبادر وإلى فعال في العملية التطوعية، وإلى تغيير الصورة النمطية القاصرة في المجتمع للعمل التطوعي، وإلى ترسيخ هذه النظرة في المجتمع بعثا لمجتمع أرقى وأسمى وأكثر تضامن وأكثر إنسانية. شكرا. السلام عليكم، شوالت سامية، عضو في جمعية الأمان لرعاية وتربية الأيتام ونادي أثير الأمان. اليوم استفدنا من دورة تكوينية مقدمة من طرف Youth Power of الأمان حول استراتيجية العمل التطوعي. ترقية العمل الخيري أصبح اليوم من أولويات الجمعية، وهذا كله لخدمة الأطفال الأيتام المنخرطين بجمعية الأمان. الآن أنا إنسان يعرف اسمي الطيب مثلا، هذا إنسان يعرف اسمه خالد، لكن من الداخل من أنا؟ يعني أنا سوي أم عدكون، من أنت؟ متطوعة بجمعية الأمان، أين أنت؟ جمعية الولائية الأمان لرعاية وتربية الأيتام. رقاد ياسمين زكية، عضوة متطوعة في جمعية الأمان لرعاية وتربية الأيتام ونادي يوث باور للأمان، حيث حضرنا اليوم محاضرات تخللها عدة أشياء، منها دراسة استراتيجية العمل التطوعي والعمل الخيري. أهداف نبيلة حملها هؤلاء الشباب على أمل منهم مسح دمعة يتيم.